حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءه جديده. قبل ما نبتدي في الفيديو، بالنسبه للقراءات اللي انا كنت عامله عليها تخفيض، في ناس كلمتني وقالت لي ان هي ما خدتش بالها ولوقت التخفيض، يعني ان هو يومين. فانا عشان خاطركم ان شاء الله برضو هعمل تخفيض بكره وبعده، نفس التخفيض يعني، عشان الناس اللي زعلت وما خدتش بالها من الفيديو اللي فات وراح عليها التخفيض. طيب انا بقول اهو في اول الفيديو عشان كله ياخد باله، انا عامله تخفيض بكره وبعده. ممكن تقدروا تخشوا تسالوني على رسائل الواتساب التخفيض ده ايه بالظبط، وتقدروا ان انتم تحجزوا تعملوا القراءه بالتخفيض. طيب نبتدي النهارده الفيديو بيتكلم عن ايه. هنشوف، حط شخص في بالك وشوف ايه الحاجه اللي بيخليك على باله. يعني ايه الحاجة دي؟ حاجة جديدة يعني، بس قلنا نعملها يعني. ايه الحاجة اللي لما بيفتكرها بتفضل انت في باله؟ موقف حصل ما بينكم، انت مثلا نزلت صورة ليك، هو معاه صورة ليك وشافها، اول ما بيشوفها انت بتفضل في باله الفترة. لو هو انشغل عنك او ما بقاش يفكر فيك، ايه الحاجة اللي بترجعه تخليه يفكر فيك تاني وتبقى في باله تاني؟ ايه الحاجة، او بمعنى اصح ايه الحاجة المميزة في شخصيتك اللي بتخليه يفكر فيك وما يبعدش تفكيره عنك؟ طيب تاني حاجة هنشوف ايه، هل هو متعلق بيك فعلا؟ هل حاسس بحبك ولا لا؟ كمان هنشوف ايه خطوته الجاية تجاهك، يعني ناوي يعمل ايه في المرحلة الجاية. القراءة دي هتبقى بأول حرف من اسم الشخص، هسيب لكم الحروف تحت في الديسكريبشن بوكس، تقدروا تنزلوا تشوفوها يعني، او باختيار الاحجار، الحجر الاول الاصفر، الحجر الثاني الشفاف، نبتدي بالحجر الأصفر. نبتدي بأول مجموعة ونشوف الشخص ده ايه الحاجة اللي بيخليك على باله، او ايه الحاجة اللي بتفكره بيك، او الحاجة المميزة لشخصيتك بالظبط اللي بتخليه ما بقتش تفكيره عنك. طيب اول حاجة تعالوا نشوف طاقة وطاقة هذا الشخص بالفترة الحالية. تعالوا نشوف طاقتك انت. شوف طاقة هذا الشخص. نشوف كمان ورق الانرجي. طاقتك وطاقة هذا الشخص. طيب تعالوا نشوف طاقتك انت ايه. انت بتبحث على التواصل، بتبحث ان ما تبقاش لوحدك، مش عاوز تبقى لوحدك. طيب انا شايفاك كمان ان انت في حالة ان انت يمكن بتغير من شكلك، بتغير من اللوك بتاعك، بتغير من طريقة لبسك. انا شايفة كمان ان انت شايف نفسك ان انت حد مختلف، او انت حاسس ان انت بتتصرف مع الناس، او الناس بتتصرفوا معاك بطريقة انت مش متقبلها. يعني انت بتتصرف مع الناس بطريقة والناس بتتصرفوا معاك بطريقة انت مش متقبلها. شايف نفسك ان انت حد مختلف، او حد مش موجود في الزمن ده، لان انت شايف اهو ان انت بعيد، يعني شخص بعيد، او مش شخص بعيد بالمعنى ده، يعني ايه شخص يعني مثلا ممكن تكون انت طيب بزياده والناس كلها في الوقت ده بتتصرف معاك بخبص، فانت بعيد عنهم. فاهمني؟ يعني انت بعيد في حاجه معينه، شايفه في شخصيتك مش زي الشخصيات اللي قصادك. طيب كمان انا شايفه ان انت بتدعي ربنا بحاجه قويه الفتره دي، انت رافع ايدك لربنا وبتدعي له، عمال تدعي بحاجه معينه. انا شايفاك برضه في طاقه زعل،
مع انك في طاقة انك عاوز تغير من نفسك او بتغير من نفسك، من شكلك، من لوكك، من اي حاجة، وحاسس نفسك ان انت شخص مميز او شخص بعيد او تستحق حاجة كويسة، ولكن انت برضو في طاقة زعل، في طاقة حسرة وندم. يمكن زعلان على حالك او على الوضع اللي انت فيه، بس انت بتحاول ان انت تجدد من نفسك وعارف ان انت شخص كويس من جواك. انا شايفاك برضو بتبحث على التواصل، يعني عاوز يبقى في تواصل مع الناس اكتر، عاوز تعمل علاقات اكتر، عاوز تخرج من اللي انت فيه ده. بس انت برضو زعلان، يعني انت برضو متضايق وزعلان من حاجة حصلت في حياتك او تراكمات في حياتك عامة. شايف نفسك حد مختلف، حد بعيد عن الناس اللي حواليك، فكرك مش زيهم. انت صعبت عليا، عشان كده نشوف اكتر بقى فيك ايه. انت يمكن خرجت من علاقة، يمكن مريت بعلاقة صعبة جدا في حياتك وتعبتك وخرجت منها وانت تعبان، بس خرجت قوي، خرجت محدش قدك، اتعلمت كتير قوي في حياتك وتعلمت من العلاقة دي بالذات او من الموقف اللي حصل في حياتك، وبقيت قوي واقف وش اي حاجة. كمان انا شايفاك ان من ساعتها بقيت حاطط مشاعر جواك ومش عايز تطلعها لحد. خلاص لحد دلوقتي في الطاقة الحالية انت محتفظ بمشاعرك. طيب تعالوا نشوف الشخص ده. طيب ده قلبه موجوع، قلبه مكسور، قلبه مكسور. على حسب بقى كل واحد حط نيته على اي شخص. يعني لو انت حطيت نيتك على شخص انت كنت معاه في علاقة سابقة، فالشخص ده قلبه اتكسر من البعد. لو انت حطيت بالك على شخص انت مثلا معجب بيه بس، فالشخص ده قلبه موجوع من علاقة سابقة، يعني زي ما انتوا فاهمين طبعا احنا ماشيين ازاي. المهم ان هو في طاقة ان قلبه موجوع، قلبه مكسور. طيب تعالوا نشوف ايه كمان الشخص ده. طيب بصوا، الشخص ده كلامه حلو، يمكن بيعمل حيل وبيعمل حاجات عشان الناس تقع في حبه. ممكن كمان يكون بيخش العلاقات للتسلية فقط مش للحب، يعني هو من الناس دي او من الاشخاص دي، بس في حد دخل في حياته كسر له قلبه، يعني يا انت يا شخص تاني. يعني لو انت يبقى ده الشخص ده كنت معاه في علاقة سابقة، تمام، بتسأل عن حد في علاقة سابقة انت كسرت قلبه. لو ده شخص جديد في حياتك، فالشخص ده في حد كسر قلبه وهو بقى من الناس اللي تخش العلاقات او تعجب بالناس، ويبقى بالنسبة له وقت يتسلى فيه او يتسلى بيه ما مش جد. الشخص ده ابتدى او هو من زمان في حالة من انه يخش علاقات مبقاش شايل مسؤولية، يبقى شخص بيحب او معجب مش بنطق، بيعجب بالشخصية مش بالشخصية، بيعجب بالشكل بالجسم مش بالشخصية، تمام. وكلامه حلو، فيه ممكن يكون هو كمان بيجذب الناس ليه بشكله، فيش حاجة في جميلة في شكله، مستواه الاجتماعي، مستواه المادي، في حاجة بتجذب الناس ليه وهو عارفها كويس وبيلعب عليها كويس قوي. طيب هو في طاقة ايه؟ هو في طاقة انه نفسه يبتدي بقى علاقة رسمية، نفسه حد يخطفه، نفسه حد يخش في حياته، يبتدي معاه علاقة بجد رسمية، يكون على تكون على أرض الواقع، وتكون آخرها بيت وأسرة وأولاد. يمكن هو تعب من شغل إن هو يخش علاقات ما يبقاش فيها نضوج. ولو الشخص ده كان في حياتك وانت اكتشفت ان هو شخص بيلعب بيك او شخص مش كويس وبعدت عنه، فهو دلوقتي في طاقة ان هو عارف نفسه كويس، وقف قدام المراية وعاوز يبتدي علاقة جادة، علاقة فيها استقرار. طيب كمان لو الشخص ده انت معجب بيه، فهو زي ما قلت لك بيعجب بالناس بشكلهم وجسمهم، ويبقى كلامه حلو قوي وبيعرف يوقع الناس في حبه، ولكن هو من جواه نفسه ان حد يخش في حياته ويبقى له فعلا الشخص الجد، يعني ياخده هو الطريق الجد، تمام. يعني انت لو انت جد هتاخده للطريق ده، لان هو مش من الناس دي. عشان كده يمكن قلبه مكسور، مش عارف يعيش حياته الطبيعية، مش عارف يبقى في علاقة جد بجد. لأ، هو يمكن عشان واخد على كده مش عارف يكون مع الشخص الصح، فهو في الطاقة دي حاليا. ممكن يكون الشخص ده من برج الجدي او من برج الحمل. طيب انت ممكن تكون من برج الاسد جدا، او من برج العقرب، او الجدي، او الجلو.
او الميزان كمان يعني ممكن يبقى دوت. طيب هنحط القاء الطاقة هنا ونخش بقى في القراءة ونشوف ايه الحاجة اللي بتخليك على باله، ايه الحاجة اللي بتفكره بيك اللي لما بيشوفها بتفضل مركز في دماغه لفترة. الشخص ده لما بيقعد لوحده، لما بيبقى لوحده اكتر الوقت اللي بيفكر فيك، يعني لما بيخلص شغله ولما بيخلص كل حاجة وبيفضل قاعد لوحده كده الفترة، الفترة دي هو بيفكر فيك جدا. طيب ايه الحاجة بالظبط اللي بتخليه يفكر فيك وجع قلبه، سواء وجع قلبه بالبعد او وجع قلبه ان هو ظلمك، ان هو عمل فيك حاجة، ان انتوا اتفرقتم عن بعض. دي اكتر للمنفصلين على فكرة. يعني انا اول كارت نزلته بيقول لي المنفصلين، المنفصلين الشخص ده بيفتكرك وهو قاعد لوحده، واكتر حاجة بتفكره فيك وجع قلبه، يعني قلبه اللي بيفكره بيك ان هو موجوع. حتى بصوا طاقته والحاجة اللي بيفكر فيها الاتنين هو واحد، الحاجة اللي بتفكره بيك وجع قلبه ولما بيبقى لوحده. طيب ايه كمان؟ ايه الحاجة اللي بتخليه يفكر فيك بالليل دايما؟ مش فاهمه ليه. بصوا بالليل دايما الشخص ده بيفكر فيك، هو جاي ينام ممكن ينام ويقوم بيفكر فيك كده فجأة، هو قاعد لوحده دايما بالليل. يعني جات لي كذا كارت ان الشخص ده بيفكر فيك بالليل وهو قاعد لوحده وقلبه بيوجعه، اول ما قلبه بيوجعه انت بتفضل ملازمه لفترة، يعني لحد بقى ما في حاجة تانية تخش في حياته وتشغله. مش اقصد علاقة تانية، لا اقصد اي حاجة تشغله خلاص. لكن اول ما قلبه بيوجعه ويبقى قاعد لوحده ويقعد يفكر فيك ويفكر في اللي حصل ما بينكم والانفصال اللي حصل ما بينكم، بتكلم عن المنفصلين. كمان لما بيشوف صورتك، لو نزلت صورة جديدة ليك على السوشيال ميديا او لو هو معاه صورة ليك بيفضل باصص عليها، بصوا هنا وهنا بيفضل باصص عليها وبيفتكرك. يبقى ايه الحاجة اللي بتخليه يفتكرك او يفكر فيك او تشغل باله بيك؟ صورتك ووجع قلبه بالبعد عنك الاثنين. كمان لو ده كراش بالنسبة لك، انت لما بتنزل صورتك او لما بيشوف صورتك الشخص ده بتشغل باله اكتر، يعني دي حاجة بتخليه يشغل باله بيك اكتر. طيب ايه كمان الشخص ده؟ مش هتصدقوني. لو راح فرح، يمكن كان بيحلم زمان ان انتوا تكونوا مع بعض في فرح او ان انتوا تبقوا فرحانين ويبقى في بينكم يعني احتفال وزواج وكده، وكل ده راح. فلما بيروح فرح او يشوف عريس وعروسة بيفتكرك. ايه الحاجة اللي تخليه يفكر فيك؟ شوف اكتر. ممكن تبقى عيونك حلوة، مش عارفة ليه ان الكارت ده حسيت كده. ممكن الشخص ده يكون حابب عيونك قوي، فلما بيبص الصورة ليك وبيبص لعيونك دي حاجة بتخليه تفكيره ويفكر فيك كتير 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 وتفضل مركز في باله كتير قوي. بيركز فيك قوي لما بيشوف صورة ليك او لما بيفتكر شكل عيونك، لما بيقعد مع نفسه يفتكر شكل عيونك او موقف كنت انتوا الاتنين قصاد بعض بتتكلموا وهو يمكن بص في عيونك او قالك مثلا ان عيونك حلوة او حاجة زي كده. طلع لي هنا عيون كتير، فممكن يكون الحاجة دي مشتركة في انه ما بيشوفها او لما بيفتكرها بيفكر فيك زيادة. طيب كمان بيفكر فيك لما بيدعي ربنا، شوف ده بيحبك وبيدعي ربنا بيك، وشكلك انت كمان بتدعي ربنا بيه لان طاقتك كنت بتدعي ربنا. لما بيشوف اسرة
لما بيشوف بيت، لما بيشوف أطفال، لما بيشوف فرح، يعني كل ده دي حاجة بتخليه يفتكرك على طول وبتيجي في باله، وبيبقى كمان عاوز يتكلم معاك لو مفيش بينكم تواصل. طيب احنا كده شفنا ايه الحاجة اللي بيخليه انت تيجي على باله ويفتكرك. طيب نشوف بقى، اقول لكم برضو من الابراج اللي طلعت، ممكن يبقى برجك او برجه، وطلع برج الحمل كتير قوي، ممكن يبقى برجك او برجه. برج العقرب، برج الحمل، برج العقرب تاني، والحمل تاني، والعذراء. طيب تعالوا بقى نشوف، هل الشخص ده متعلق بيك؟ هل حاسس بيك؟ هل عاوزك تاني في حياته؟ هل عاوز يبتدي معاك علاقة؟ انا احساس ان الشخص ده انت بتتكلم معاه في الفترة الحالية. هل الشخص ده متعلق بيك؟ بصوا سبحان الله، طاقتكم واصلالي جدا جدا جدا، الحمد لله. يعني كل اللي بيتابعوني طاقتهم بتوصل لي، لاني انا بحبكم وانتوا بتحبوني، وطبعا بشكر كل الناس بجد، فرحتوا قلبي بجد. انا نسيت اشكركم في اول الفيديو اللي دعت لوالدتي، ربنا يا رب يكرمكم وما تشوفوش اي حاجة وحشة في اي حد بتحبوه يا رب. بشكركم جدا 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 وفرحتوني بجد. كل الكومنتات دي وصلتها لوالدتي، وبرضو فرحت جدا يعني، شكرا لكم. طيب نرجع للقراءة. احنا بنقول دلوقتي هل الشخص ده متعلق بيك؟ الشخص ده متعلق بيك جدا، يعني ده كارت الشخص المتعلق الوحيد يمكن في كروت التارو، وطلعت لكم بس كروت قد ايه وطلعت لكم. الشخص ده متعلق بيك جدا، بيحبكم زي ما انا ما قلت. الشخص ده بيحبكم وحاسس بتوافق كبير معاكم، بيدعي ربنا بيكم وعاوزكم في حياته، يا ترجعوا له تاني يا يبتدي معاكم علاقه. حاسس ان انتوا فعلا البيت والاسره اللي بيدور عليه. انا قلت لكم ان هو شخص مش جاد، بس لو انتم اشخاص جاده فهيبتدي انه يحس معاكم بالبيت والاسره فعلا، ويبتدي يمشي في موضوع الارتباط الجاد. حاسس بيك طبعا، كينج اوف كابس، بيحبك من قلبه بجد، يمكن ندمان على سنين عمره اللي ضيعها هباء، وبيفتكر الماضي اللي حصل في حياته. الماضي ده مدمره نوعا ما وتعبه، ولكن هو مسيطر على نفسه من الزعل اللي جواه، ونفسه انه يبتدي بداية جديدة وحياة جديدة معاك انت، وفرحة. على فكرة انت عامل له طاقة جذب، وهو منجذب ليك جدا، وطبعا الكارت ده طبعا كارت زواج. الشخص ده بيفكر فيك كزواج فعلي. يبقى هل الشخص ده فعلا متعلق فيك وعاوزك وحاسس بيك؟ طبعا. برج الثور طلع، وبرج الحمل، والسرطان، والجدي، والعقرب. تعالوا بقى نشوف خطواته القادمة. الشخص ده على فكرة نيته صريحة، الشخص ده مش غامض. لا نشوف بقى خطوته القادمة ايه. خطوته القادمة برضو اللي هيفضل متعلق فيك، يعني بصوا نفس الكروت سبحان الله، برضو هو مازال متعلق فيك. طيب نشوف اكتر، ممكن يكون هو بعيد عنك في المسافة عشان كده مش عارف يبقى معاك. بصوا لو تلاحظوا نفس الكروت، مع اني نفس الكروت بتطلع. طيب خطوته القادمة، هو هيفضل فترة متعلق فيك وشافك ان انت الشخص الصح، بس يمكن يكون بعيد عنك في المسافة وبيرتب نفسه انه يرجع ليك تاني لو انتم منفصلين، او يرجع بلده ويبتدي انه يتكلم معاك في الارتباط الرسمي والعلن، يعني ان هو ياخد خطوة والخطوة دي تبقى في العلن. الكارت ده بيقول كده. وطبعا هو هيفضل متعلق فيك، حاسس بحب من ناحيتك، حب جديد جدا وناضج. قلت لك ان الشخص ده مش بيحب بنضج، او هو طاقته عامة لما بيخش في علاقة مع حد بيبقى مش مفيش نضج في العلاقة، لكن انت في نضج في علاقتك بيه، حاسس بحب من ناحيتك، كمان انت عامل له انجذاب وفي ما بينكم تواصل روحي، يبقى هيبقى في تقدم بس بعد تعلق لفترة.
ممكن بسبب عوائق عنده هو، بسبب ان هو بعيد عنك في المسافة. ممكن يكون الشخص ده توأم في عيلتك، بيروح ويبعد ويجي، ولما انت تحس ان انت عايز تقرب منه هو يبعد، وهكذا. ممكن يكون تعبك، بس الحمد لله ان الكارت ده طلع في الاخر. الكارت ده بيقول لي ان هو ان شاء الله في عرض هيعرضه عليك، وفي تطوير للعلاقة دي. طيب خد بقى نصيحة، بيقول لك ان هذا هو المختار، وفي تعود وتعلق في هذه العلاقه منك ومنه. ولو الشخص ده كان عامل لك حاجه في الماضي، انسى وتعلم من الدرس. وان الشخص ده بيحبك وارجع له. ليه انسى وتعلم؟ ان الشخص ده خد جزاء وتعب وقلبه اتكسر، انكسر. طيب في هنا برج الثور برضو، برج الاسد والجوزاء وبرج الحمل. طيب كده خلصت قراءه رقم واحد، خش في قراءه رقم اثنين. نشوف قراءة رقم اتنين والحجر الشفاف. وأول حاجة نشوف الطاقة بتاعتك عاملة ازاي دلوقتي. الطاقة بتاعتك وطاقة هذا الشخص. كمان ناخد من كروت الانرجي. نشوف انتوا قاعدين منتظرين الحب، منتظرين العلاقات الصح، العلاقات الجد. الشخص اللي يكون عنده اصول، عنده فاهم يعني ايه علاقة، يعني ايه يخش في علاقة جدة. شخص عنده اصول، شخص عنده فهم للشخص اللي قصاده. انتوا مش لاقين ده. يمكن انت معظم سنجل، مفيش حد في حياته، او خلاص قفل على قلبه مستني الشخص الصح. يعني انتم في انتظار الشخص الصح. في صراعات كتير قصادكم، في صراعات كتير جواكم انتم، في حياتكم بينكم وبين نفسكم انتم في صراعات. ممكن كمان يكون مثلا الناس بتقول لكم ده كويس او ده كويس او ده كويس، انت ليه ما بترتبطش او ما فيش حد في حياتك. انت مش شايف الشخص اللي انت فعلا عاوزه في حياتك، مش لاقيه. يمكن كمان انت دلوقتي في طاقه مش كويسه خالص. يعني ليه انتوا في الطاقه دي؟ مجموعه رقم اتنين، يعني ليه انتوا في الطاقه دي؟ طاقه زعل، اكتئاب، مكتئبين جدا، قاعدين لوحدكم، مش عاوزين تروحوا في حته، قافلين على نفسكم وعلى قلبكم وعلى كل حاجه وزعلانين. دي في الطاقة دي انتوا. ممكن تكون في خلاف بينك وبين شخص، او بينك وبين ناس، وممكن تكون الخلافات دي جوه شخصيتك نفسها. انت ندمان على حب عشت معاه لفترة، والشخص ده طلع مش كويس، وانت سبته ومشيت، وندمت على معرفته، وسبت الحب وراك، وسبت كل حاجة. يعني هنا سايب الحب وراك، وهنا سايب الحب وراك، وماشي للمجهول، مش عارف انت رايح فين، بس انت ماشي. يمكن نفسك في الانطلاق، نفسك في حياة تنطلق فيها وتحس بروح الشباب وتحس بالحب، تحس بالاطمئنان والسلام. او يمكن انت في خلاف بينك وبين نفسك، لان انت حاسس بكده ونفسك في كده، فحاسس ان انت محبط. طيب انا كمان شايفك ان انت يمكن بتساعد حد، او انت مستني من حد انه يساعدك او يقف جنبك، او مستني حاجة من حد، او انت بتساعد حد. طيب تعالوا نشوف الشخص اللي بص، انت مستني الحب او مستني الشخص الصح، وهو بيفتح بابه للحب. بصوا بيبتدي، او هو في طاقة ان هو يفتح قلبه ويفتح بابه للحب.
طيب تعالوا نشوف الشخص ده شايل مسؤولية دلوقتي في الفترة الحالية، تعبان من المسؤولية والحمل اللي عليه، بس هو شخص متزن. ممكن تكون بتسأل عن شخص في علاقة زواج أصلا أو علاقة ارتباط. هو شخص متزن وناضج، شخص عنده حنان يكفي العالم، قوي بس عنده حنان يكفي العالم، يعني شخص متزن الطاقة الأنثوية قد الطاقة الذكورية. شخص مختلف، أو هو دلوقتي في طاقة فيها اختلاف أو حد مميز عن اللي حواليه. دلوقتي في الطاقة اللي هو فيها بيفكر، في طاقة تفكير. مش عارفة ليه حاسة ان الشخص ده في علاقة زواج. طبعا مش كله، يعني ما تاخدوش الكلام للكل، في طاقة ان الشخص ده في علاقة زواج. تمام. مستواه المادي كويس جدا الفترة الحالية، وهو بيحب شغله جدا في الطاقة برضه، او في الفترة الحالية هو متجه لشغله وبيحب شغله جدا. يمكن ربنا نصره في حاجة، او مثلا كسب قضية او كسب حاجة، او بيأمل انه يكسب قضية او يكسب حاجة. وشايفاه ان هو شايل حمل وشايل مسؤولية، مسؤولية بيت، اسرة، اموال زي كده يعني. تمام. طيب دي بالنسبة لطاقتك وبالنسبة لطاقة الشخص ده. ممكن يكون الشخص ده من برج الاسد او من برج الدلو او من برج العقرب. ممكن تكون انت من برج ايه؟ ممكن تكون من برج العقرب او الحمل او العذراء او الثور. مش لازم الابراج يعني، عادي احنا بنقول الابراج اللي طلعت. طيب تعالوا بقى نخش في القراءة، مش عايزين يقفوا. تعالوا نخش في القراءة ونشوف الشخص ده ايه الحاجة اللي بتخليه يفكر فيك، ايه الحاجة اللي بتخليك على باله، تفتكرك بيها، او ايه الحاجة المميزة فيك اللي هو بيحبها ولما بيشوفها بتفضل في باله. تعالوا نشوف. يمكن انت شخص ناجح ماديا، عندك استقلال مادي، او انت ناجح في دراستك. يمكن انت شخص شايل المسؤولية وهو معجب جدا بالحاجة دي، او الحاجة دي بيحبها فيك. تمام. ممكن تكون انت كمان في علاقة زواج. طيب عامة الحاجة اللي بتخليه يفكر فيك وانت بتبقى في باله ومش قادر يبطل تفكير هي الغيرة. الشخص ده لما بيحس ان في حد هياخدك، سواء الشخص ده انت معجب بيه وهو برضه معجب بيك بس ما صرحش، وبيحس ان في حد حاول يقرب منك فبيغير. لو الشخص ده انت كنت معاه في علاقة سابقة وخلاص ما فيش ما بينكم علاقة دلوقتي، وحاسس ان انت هتخش في علاقة، بيغير. الشخص ده اللي بيخليه يفكر فيك 24 ساعة في 24 ساعة وبيفتكرك على طول، لما يحس الغيرة من ناحيتك او يشوف بعينيه الغيرة. كمان ايه كمان؟ ان انت الشخص الوحيد اللي حاسس بتوافق معاه وحاسس بسلام وامان داخلي معاه. سواء بقى الشخص ده كنت معاه في علاقة زمان او لا، الشخص ده بيحس جنبك بالامان، بيحس جنبك بالسلام. ايه كمان الشخص ده؟ بصوا هو عامة الشخص ده مفيش حاجة معينة بتخليه يفكر فيك على طول، لان الشخص ده بيفكر فيك على طول وبيراقبك على طول. بس اول ما بيحس ان في حد قرب منك او بيحاول انه يقرب منك، الشخص ده بيغير وبتبقى مركز في حياته اكتر، وبيبقى المراقبة عليك اشد. يعني الشخص ده المراقبة والغيرة شديدة عليك. طيب ده بالنسبة ايه الحاجة اللي بتخليك على باله، او الحاجة المميزة فيك اللي لما بيشوفها بيفضل يفكر فيك على طول وبيركز معاك. بس عامة المجموعة رقم 2، الشخص ده من غير اي حاجة هو بيراقبك وغيور جدا، واول ما بيحس ان في حد داخل في حياتك بيغير اكتر. طيب هل الشخص ده متعلق بيك؟ هل حاسس بيك؟ هل حاسس بحبك؟ نشوف. الشخص ده متردد شوية،
ومسيطر على نفسه جدا 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 جدا. يعني مجموعة رقم 2، الله يكون في عونكم. انتوا شكلكم بقالكم كتير مع الشخص ده، وبيراقبكم وحاطط عينيه عليكم، بيعبر لكم ان هو معجب بيكم لو في اعجاب، او بيحسسكم انه عاوز يرجع ليكم لو انتم كنتوا سايبين بعض، ولكن ما بيتحركش. مسيطر على نفسه جدا جدا جدا، وطاقته بطيئة جدا جدا جدا. طيب الشخص ده بيحبك جدا قوي. يمكن في عوائق في العلاقة، انا لسه بقول في عوائق، يمكن في عوائق في العلاقة دي، ويمكن عشان كده هو متردد ومش عارف انه يبقى معاك ازاي. بس بالنسبة للحب، هل حاسس بيك؟ هل بيحبك؟ هل متعلق بيك؟ طبعا. وكمان في بينكم تواصل روحي، وممكن يكون الشخص ده السول ميت بتاعك، توأم الروح. ممكن يكون الشخص ده فيه عوائق، زي بعيد عنك في المسافة، أكبر منك في السن، جنسيته غير جنسيتك، ديانة غير ديانتك، هو في حالة زواج، حاجة من الرينج ده. بس مسيطر على نفسه جدا 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 جدا، وعلى حبه اللي حاسس بيه. في قدر هو اللي جمعكم في العلاقة دي. وغامض، شخص غامض. في قدر اللي جمعكم في العلاقة دي، ان انتوا تقابلوا بعض. ولو الشخص ده عمل لك حاجة، فالكارت ده معناه ان الكارما رجعت، يعني الكارما خدت دورها معاه، واللي عمله فيك اتعمل فيه. بالنسبة ان الشخص ده حاسس بحبك، حاسس بحبك، طيب متعلق بيك، متعلق بيك، بس في عوائق في العلاقة دي. بالرغم ان هو بيحبك جدا جدا وبيفكر فيك قوي، يعني مش محتاج حاجة تفكره فيك بيك، بيفكر فيك جدا وبيراقبك جدا، ولكن في عوائق في العلاقة دي. وانا شاكة ان يكون الشخص ده في حالة زواج، عشان كده مش عارف يكون معاك، لان المفروض ان الشخص ده عليه مسؤولية وحمل وزواج، يعني مسؤولية وحمل زي الزواج، طلعت كتير. فعشان كده انا شاكة ان الشخص ده ممكن يكون في علاقة زواج. كمان الكارت ده بيوحي لك كده، بس مسيطر وعنيد جدا. ممكن يكون مستني قضية، مستني حاجة يتحكم له فيها. ممكن تكون هي دي العوائق برضو، او العقبة اللي واقفة قصاده. ولكن انا شايفة ان في بينكم تواصل روحي. انت بتبعت له مسجات، هو بيبعت لك مسجات عن طريق التواصل الروحي. حتى لو مش بتتكلموا مع بعض بقالكم فترة، حتى لو هو بيقرب منك وبيبعد عنك، في بينكم تواصل، وعلاقتكم ببعض مش صدفة، دي تدبير من ربنا. ايوه، في طاقة هنا ان الشخص ده رحل عنك، ولكن مازال عاوز يجيلك ويقولك انه لسه باقي عليك وبيحبك. في شخص رحل عنك، ولكن مازال عاوز يجي يقولك انه باقي عليك وبيحبك. بتهيألي ان هو مفيش اي حاجة في دماغه غيرك، لان هو مستواه المادي كويس، شغله كويس، كل حاجة في حياته كويسة. مفيش الا انت والعوائق اللي في حياته والمسؤولية اللي محطوطة عليه. في عوائق زي ما قلت لكم، في كذا حاجة ممكن تكون عائق يمنع بينك وبينه. طيب انا عندي هنا برج الميزان، برج الجوزاء، برج الثور، برج العقرب، برج السرطان، وبرج الحمل. تعالوا بقى نشوف ايه خطوته الجاية الشخص ده، هناخد نصايح. هي خطوته الجاية، خطوة هذا الشخص الجاية. أنا قلت الشخص ده في حالة زواج، انا قلت ان الشخص ده في حالة زواج. ممكن يعرض عليك ان انت تبقى معايا، ده لو انت بنت، ان انت تبقي معايا في علاقة زواج، ويكون معايا الطرف الاول، يكون فيه ثلاثة. ممكن يعرض عليك كده، او يبتدي انه يعرفك ان في حد في حياته فعلا، وان عاوزك معاه انت كمان.
التواصل، لو الشخص بقى مش بيتكلم ففي تواصل هيكون معاه ان شاء الله في الفترة الجاية، وفي احتفال من بعد التردد والحيرة لفترة كبيرة، في اعتراف بالحب، شايفة في تقدم للعلاقة، في رجوع للمنفصلين. ده ايه الجمال ده! وبرضه المراقبة مش هتسكت، يعني حتى لو بيتكلم معاك ورجعتوا لبعض برضه هيفضل يراقبك. الشخص ده غير جدا جدا جدا، يعني يبقى في تواصل، في تقدم للعلاقة. لو الشخص ده في حالة زواج هيقولك ان هو عاوزك انت كمان معاه، تبقوا انتوا التلاتة يعني لو انت بنت. لو انت عارف ان الشخص ده مش في حالة زواج هيكون في تواصل معاك من بعد تردد، وفي اعتراف ويقولك انك شخص مميز عنده. وبالنسبة للمنفصلين هيكون في رجوع. وكمان شايفة في كل الحالات الشخص ده عينه برضه هيفضل تفضل عليك وهيراقب. طيب تعالوا ناخد، يقول لك ثق، و انت شكلك عندك تحكم، ممكن يكونوا انفصلتم عن بعض بسبب ان الشخص ده عنيدي وانت متحكم، فالعلاقة معاكم ما كانتش نافعة شوية. فبيقول لك ان انت التحكم اللي في دماغك، او دماغك ما تخليش دماغك متحكمة في الشخص اللي قصادك. كمان هنا بيقول لك let your friends help you، يعني انت شكلك برضه عنيد. اتذكرت كمان عشان شوف ايه ده، في رجوع. بيقول لك ان في شخص من الماضي راجع لك، ومش معنى ماضي يعني الشخص ده كنت معاه في علاقه. ممكن لو انت معجب بشخص وبقالكم فتره ما بتتكلموش، كنت بتتكلم معاه بقالكم فتره ما بتتكلموش، فيرجع يتكلم معاك تاني. طيب ممكن يكون انت او هو من برج الدلو، الجوزاء، العقرب، بس كده. طيب انا النهارده كده خلصت قراءات، يا رب تكون القراءات عجبتكم وانطبقت عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. ولو حد عايز قراءه مدفوعه يتواصل معايا على رقمي، رقم الواتساب بس لكم دايما تحت في الديسكربشن بوكس. وتنسوش تسالوا على العروض اللي عاملاها لمده يومين، بكره وبعده. شكرا لكم، باي باي.